اهلا بيكم في حلقه جديده او تكنيك جديد. النهارده هنعمل الجريلينج، يعني هناخد حته لحمه وهنحطها على الجريل نشويها. الشوي ده ما فيهوش اسهل ولا احلى من كده، لان اللي بيحصل ايه، ان انا لما بحط اللحمه على سطح سخن بيحصل ان العصاره بتاعت اللحمه اللي فيها سكر الطبيعي تبدا تتحول لكارمل، او اسمها كارماليزيشن يعني بالانجليزي للناس اللي عايزين شويه انجليزي. وده بيديني طعم حلو قوي، او ده لما بنضيف عليها شويه ميه بيدينا اللون البني. خدوا بالكم احنا لما بنعمل شوي ما بنحطش اي حاجه غير ملح فلفل وشويه زيت صغيرين على الستيك نفسها. انا عندي حتتين لحمه استرالي ممتازين. الحته الاولانيه اسمها ريباي، ودي بتيجي من الجزء اللي هنا من الفوق، وفي حته ثانيه اسمها ستريب لوين، دي بتيجي من تحت من هنا. انا هعمل ايه هنا؟ هاخد نقطه زيت صغيره ونقطه ثانيه هنا، وبعدين ممكن قوي اجيب فرشه وممكن قوي بايدي. انا بحب المس الاكل بايدي. طب هل ده صحي؟ الاكل ده هيتحط على نار عاليه وانا ايدي مغسوله قبل ما ابدا. تمام، انشف ايدي من الزيت، وهاخد شويه من الفلفل كده حلو قوي، وكمان هاخد الملح. طيب انا كده جاهز على ايه؟ على الجريل. الجريل اللي هستخدمه زي ما قلت لكم جريل فلات. سلام سلام. طيب حته اللحمه اللي انا بستخدمها دي اسمها ايه؟ دي اسمها ريب اي او كيوب رول. دي زي ما قلت بتيجي من الظهر، وحته لحمه ممتازه متربيه على الغلال، استراليه 100%، طعمها زي العسل. دي حاجة أنا أضمنها لك 100%. حتة اللحمة دي بتتغذى على الغلال لمدة 150 يوم. هايلة. شايفين شوية الزيت خلى اللحمة ما تلزقش. طب أنا عايز أشوف من تحت إدتني علامات ولا لأ. هاخد دي كده أرفعها. مش بطالة خالص. بص العلامات حلوة إزاي. هنحطها كده علشان نظبط الايه العلامات، ونستنى شويه. اوكي، هنقلبها على الوش تاني. الله، شايفين الماركن؟ شايفين العلامات؟ خدوا بالكم مفيش دوس، ما تدوس خالص خالص. هنرفع ونبص على الجنب الثاني. اها، هلفها. اعرف ان حته اللحمه دي استوت ازاي يا جماعه؟ بالصباع ده. ده الاساس. هدوس كده. لو الاقي حته اللحمه بتلب بترد يبقى حته اللحمه بتاعتي دي وصلت للميديوم، واحنا في الشرق الاوسط ممكن قوي ان احنا ناكل الميديوم من غير اي مشاكل ومش هيضايقنا. لكن بلاش الولدان، لان الولدان اللحمه بتجف وانا برمي فلوسي في الارض، يبقى مش لازم ان انا اشتري لحمه كويسه، اروح اشتري اي حته لحمه وارميها على الجريل وخلاص. لكن اللحمه دي عايزه ان احنا لازم نسيبها لحد ما ايه تبقى ميديوم، يعني متوسطه. عايز اشوفها. اه كده وصلت لدرجه السوى اللي انا بحبه. احطها هنا كده، وهخلي حته اللحمه دي ترتاح. هاخد الغطا ده واحط دي كده عليها، وهسيبها ترتاح شويه لحد ما ايه خمس ست دقايق تقوم العصاره ترجع فيها تاني، وهوريها لكم. الستيك عندنا خلاص ارتاحت، تعالوا نكشفها ونشوف ايه المفاجاه اللي عندنا. يا سلام، بدات العصاره بتاعتها تخرج اهي، شايفين؟ تعالوا ندوقها ونشوف ايه اللي هيحصل. سلام، احب الحته دي انا كده قوي. بسم الله.
مش لاقي حاجة أقولها. دي كانت الجريلينج، إزاي إن أنا أعمل الشوي على الجريل الكبير. هوريكم دلوقتي حاجة تانية تشوفوها في الحلقة الجاية إن شاء الله، وهي البان جريلينج. يلا بقى بينا. شكرا، باي. lambandbeef.com